طقم جديد، وزي ما انت شايف هنستعمل النهارده اللبن بتاع بورلاند كامل الدسم زي ما انت شايف. هنعمله في ايه؟ في السموزي بتاعي. يبقى انا جبت الخلاط كده عندي يكون بيكسر ثلج، بجيب الجوافه. بتقشر بقى الجوافه ولا بتنزلها قشره؟ لا، القيمه الغذائيه بتاع في القشر. في القشر. انت انا اوريدي الخلاط بتاعي قوي، بس خلي بالك الحته اللي عند البذر دي بتكون اكتر حته مسكره، وانت شلتها. شلتها. طب ما ينفعش احطها وبعدين اصفي، ولا انت ما تفضلش ده؟ انا هستعمل لبن كامل الدسم عشان السموزي بتاعي يبقى زي الفل. ده ولا ده؟ بس خلاص انا عبيته، انا خلاص استعملته. خدت فرقته هنا اهو، واجي ادي هنا اهو كوبايتين ونص من السائل اللي هو لبن ابور لاند كامل الدسم عشان يديني قيمه غذائيه بالنهار. واتفقنا ان احنا هندي معلقه من العسل لكل كوبايه، لكل كوبايه من اللبن. اللبن. الجوافه انا عايز طعم الجوافه يبان، فانا حطيت العسل ده لمين؟ لمين؟ للسائل اللبن. لكن الجوافه طعمها عايزه يبان. ادي التلج بتاعي مجروش اهو عشان ما يعكسكيش وما يقفش الخلاط ويقول ضربه تلاميس. أيوة. وشها وحش على الخلاط بتاع شيف حسن. ما اشتغل على فكره. شغال ولا مش شغال؟ شغال. بسم الله. طب يلا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. تمام كمان هنا واحد. يلا بص بس عامل ازاي. بص اللون بقى، بص اللون. انا بحب قوي الجوافه باللبن. ايه رايك؟ مع بقى السموزي مع التلج بقى خطيره. شفت امبارح الجو عامل ازاي؟ حر وساقع، حر وساقع، حر وساقع. النهارده حر شويه وبالليل هيسقع. العصر هيسقع، ما تستعجليش. صحيح والله، بس الصيام كده هتاخدي ثوابين. مش ثواب بس انك مش قادره تستحملي ريحه الاكل، لا الحر والسقع. صح. تعالي اهو بص بقى حسني الكثافه بتاعتنا. الله، ريحه الجوافه الجميله. والجوافه اليومين دول مسكره جدا 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 جدا، ريحتها كده عارف، مركزه كده. بص الكثافه. الله، ترطيب. ترطيب واني ترطيب. لو انت عملتيه بالبذر بقى يا لميس لازم تصفيه. ما هو يعني تضربيه بالبذر الاول قبل التلج. لا تلزق قبل التلج، تخفقيه كويس مع بعض وتصفيه وتضيفيه على التلج وعلى الايه؟ بعد ما اصفي. بعد ما تصفي. طيب. عشان التلج تحتفظ بالايه؟ بالقيمه بتاعته. اروح جايه مركبه ده. حان الوقت. تلجك موجود. عسلك موجود. يا سلام. يا سلام يا سلام، ايوه. وتشيب التاتش بتاعك بقى. حاضر. واروح حاطه شويه سائل. سني. قليل من اللبن. لا سني 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 عكسي. على ما. يلا. بتبقى متحمس انت لضربه لميس. طبعا. بس 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 بس. اتفضلي يا استاذه لميس. اول ما تبقبق البقبقه دي اهي. هو دي البقبقه كمان سنه والبقبقه دي. ايوه صح، القلب دي. القلب دي. اهي. بس كده. بص بقى يا جماله يا كثافته، بص الكثافه بتاعت الجرانيتا بتاعت ضربه لميس عامل ازاي. الله على ريحه الجوافه يا جماعه. هو ده اوانها يا شيف؟ اوان لا مش اوانها، بس جميله جدا جدا زي البطيخ. ما شاء الله كل الفواكه طالعه مش في اوانها. ليه؟ التكنولوجيا بقى والصور. بس الحاجه حلوه يعني، الجوافه حلوه. ما الجوافه حلوه والبطيخ حلو. الله الله الله، تسلم ايدك يا شيف. بص الكثافه. بس إذن مشروب النهاردة لليوم 19 هو سمودي الجوافة باللبن، لبن